اهلا بيكم يا جماعه. النهارده قررت اغير مواعيد بصراحه، لقيت نفسي يعني اوكي ان انا اعمل فيديو بدري، مع ان عمر لسه صاحي فانتوا هتسمعوا الازعاج في حظكم بقى. بس يلا عشان ويك اند وكده، فقررت ان احنا نعمل بقى فيديو نقعد نسهر مع بعض شويه ونتكلم عن نقطه ضعف كل برج من الابراج في الحب. يعني ايه هي نقطه ضعف كل برج من الابراج اللي تقدر تجيبه منها كده في الحب وتجيبه واقع لشغلته يعني. فنهاردة موضوع لطيف عشان هنتكلم عن الحب يعني، واعتقد كلنا بنحب الحب وبنحب نعيش قصة الحب وبنحب نعرف ازاي نجذب الشخص اللي احنا في حياته او في حياتنا. كل واحد بقى هو انتوا بتتفرجوا عليا دلوقتي يقولي نقطة ضعفه في الحب، يعني قولولي ايه نقطة ضعفكو في المشاعر والحب. طبعا بعتذر عن الموسيقى التصويرية اللي انتوا هتضطروا اسفة ان انتوا تسمعوها طول الفيديو عشان عمر ابني يا جماعة مزعج، هو واد مزعج بصراحة يعني. بس خلاص بقى انتوا اخدتوا عليا وعلى طبيعه الفيديوز فيعني استحملوني. خلونا نقسم الفيديو هنقسمه مجموعات، هنقسمه اربع مجموعات اللي هم مجموعه ترابيه والمجموعه المائيه والمجموعه الناريه والمجموعه الهوائيه، يعني عشان كل جروب بيبقوا نفس الصفات almost يعني. فخلونا نبتدي بالمجموعه الترابيه عشان انا برج العذراء ويعني كوسه يا جماعه، موضوع كوسه يعني انا بكوس المجموعه بتاعتي. في حد بيقول انت كوسة عشان انت عذراء، طبعا يا سلام لو مش ههتم بالبرج بتاعي امال ههتم ببرج ايه. في حد بيقول انت ملك محمرية، لا اصلا انا حاطه فلتر بصراحة يعني لقيته محتاج ان هو يظبط لي الميك اب شوية. طيب المجموعة الترابية اللي هم عذراء وتورس او التور يعني والجدل، في صفات مشتركة ما بينهم دي هتكون نقطة ضعف فيهم. يعني التلاتة ما بيحبوش التسرع، يعني لو انت داخل في علاقة معهم ما تجريش، خد وقتك خالص خليك بطيء لان هم بطاء اصلا، ولان هم بيفكروا بعقلهم وعمليين فبياخدوا وقتهم علشان يحكموا عليك، يعني هم مش هيحكموا عليك بسرعة بالعكس they will take time، فهم عايزينك انت كمان ما تجريش في العلاقة. لازم تكون شخصية قوية. عمر ما انا عن نفسي يا جماعة انا بيجذبني الشخص اللي عنده شخصية قوية اللي عنده شخصية قيادية، فهم بيحبوا الشخصيات الواثقة في نفسها الشخصيات القوية الشخصيات القيادية. اوكي يعني هم بينجذبوا للشخصية، هم مش سطحيين، هم عندهم ديب كده، ديب تغطس كده تاخد لك غطس كده لانه ابراج عميقة عميقة عميقة. سامعين الازعاج؟ صدقتوا عرفتوا ليه ما بعملش الفيديو قبل الساعة واحدة؟ صدقتوني الناس تقولوا لي طب يا رشا عملي اللايفز بدري، محدش حاسس بيا، محدش اسمعوا بقى استمتعوا بالموسيقى التصويرية بتاعت عمر لما ابني يعني. ماشي. فقلنا الابراج الترابيين بيحبوا ناس تقيله، بيحبوا الناس الراسيه، الناس الهاديه، الناس الطموحه. اوف حطوا ستي ناجحه الطموحه، يعني I am attracted to anything successful، يعني اي حاجه فيها نجاح وطموح هينجذبوا ليها وهتشدوا ليها جدا جدا. اوكي فهم بيحبوا النجاح بيحبوا الطموح بيحبوا الناس اللي عندهم هدف كده، عندهم عندهم يعني ماشن وفيجن في الحياه، ما بيحبوش ناس تافهه خالص، يعني هم مش بينجذبوا للتفاهه، بيحبوا ناس دمهم خفيف برضه، يعني انا انجذب الى ناس دمهم خفيف ما يبقاش دمهم تقيل ويلطش. بصوا بقى ناخد بقى برج برج. برج العذراء يا جماعه اللي هو انا النظافه الشخصيه، انا ممكن اقطع علاقتي بحد علشان نظافته الشخصيه. انا كل شويه اقول الموضوع ده، يعني انا لو شميت لحد ريحه وانا معجبه بيه خلاص الموضوع انتهى، انتهى من قبل ما ابتدي. فالنظام والنظافه الشخصيه والشياكه والاناقه، بحب الناس تعرف تلبس، بحب الناس تشيك، بحب الناس ريحتها حلوه، يعني انا بقتش قوي بالريحه. فخدوا بالكم العذراء بيهتم بالريحه، يعني ريحتك والبرفيوم بتاعتك مهمه جدا جدا لمواليد برج العذراء. قولوا لي يا عذرائيين انتوا زي كده ولا لا، يعني انتوا البرفيوم بتاعت الشخص اللي قدامكم او ريحته بتفرق معاكم ولا لا؟ انا بتفرق معايا جدا 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 يعني. وقلت قبل كده ان هم مش بيحبوا التأني، بيحبوا الهدوء، بيحبوا على الهادي الزبادي، عارفين بالمصري كده على الهادي الزبادي، هم خدهم على الهادي الزبادي. والاهتمام العذراء يحب الناس الغامضه اللي مش مفتوحه قوي وفي نفس الوقت اللي بتهتم، يعني العذراء يحب الاهتمام على فكره، بس ما تدلقش، تهتم وما تدلقش، هي معادله صعبه بس الحق نفسك اهتم وما تدلقش، دي وجهه نظر العذراء. الجدي يحب الناس العمليه، يحب الناس، هو ما بيحبش الرومانسيين قوي، يعني عذراء اكثر رومانسيه من الجدي والتور اكثر رومانسيه من العذراء، فبيحبوا الناس الناس يعني ايه
اللي مش بتدلق يعني، خليك رومانسي بس على خفيف كده. اوكي هم مش رومانسيين قوي يعني، مش زي الابراج مثلا المائيه، المائيين دول بتجيبهم رومانسيه، اما الترابيين بيجوا بالعقل كده. اوكي فيبقى التأنية، الهدوء، البطء، مفيش تسرع، الغموض، هم بيحبوا الغموض، بيحبوا الحاجه اللي مش مفتوحه قوي يعني، وهم متحفظين، مش بيحبوش قله الادب يعني. الابراج دي مش ما بيجوش بقله الادب خالص يعني، انت لقيتك لو كنت اوفر معاهم هيعملوك بلوك يعني على طول. انا ما بحبش حد يتجاوز، ما بحبوش تجاوز، هم متحفظين. اوكي وبيحبوا الشخص اللي يعتمد عليه يعني، الجدي يحب الشخص اللي يبقى ريسبونسبل، عنده اعتماد يعني يعتمد عليه. العذراء بيحب الشخص ريسبونسبل، والتور بيحب الشخص ريسبونسبل. اوكي وبيحبوا الناس اللي عندهم فيجن يعني، منظمين، ما بيحبوش الحاجات العشوائيه، ما بيحبوش الحاجات اللي هي بتيجي فجاه كده، لا هم بيحبوا الحاجه اللي بتيجي بالراحه كده، في بلانز، في خطه، وما بيحبوكوا، هم مش عشوائيين، ما بيحبوش العشوائيه. اوعى تكون عشوائي مع الابراج دي. اوكي يعني نو واي تكون يعني. بيحبوا برضو الكرم، هم يحبوا الشخص الكريم by the way. والتور يحب الشخص الصادق، ما بيحبش اللف والدوران. اوف التور، انت لو لفيت ودورت عليه او ما كنتش صادق او كدبت عليه، والعذراء كمان، انت بكده بلوك، انت بلوك على فكرة. برضو قلة الادب، برضو قلة ادب يعني، اصلا انا لما قفلت اللايف ما افتكرتش الاسماء. برضو قلة الادب برضو يعني، بجد مش ممكن يعني، I'm speechless يا جماعة والله العظيم، في قلة الأدب في السهول في الكومنتس يعني. مش أنا مش عارفة ازاي أعمل بلوك لشخص. ثانية واحدة، أيوة أهو، خليكم معايا كده، بلوك. يس I blocked her يا جماعة، أو هم، مش عارفة، أعتقد أنها بنت. طيب فالابراج دي ادخل عليها بعقلها، خليك ذكي، ما تكونش غبي، ما تتسرعش، ما تجريش، رومانسيه بهدوء كده، خليك متحفظ، اجذبهم بعقلهم، خليك ريسبونسبل، متحمل مسؤوليه يعني، اهتم بشكلك، اهتم بنظافتك الشخصيه، خلي عندك فيجن وعندك طموح. هم عارفين ان هم ايه، هم نص ونص، هم عمليين وفي نفس الوقت في حته رومانسيه، اقلهم رومانسيه هو الجدي على فكره. طيب ندخل بعد كده على حقبة الأبراج الرومانسية جدا بقى، احنا عكسنا بقى. الحنينة قوي، اللي بيعشقوا الاهتمام، حوت وسرطان وعقرب. بصوا انا اكسبيرينس قوي في الحتة دي، عشان ابوي عقرب وامي حوت، فاحنا عندنا ايه، الأبراج المائية تكتسح في العيلة يعني. انا بحب العقرب والحوت جدا جدا يعني، they are close to me طبعا عشان ابوي وامي. وماي بيست فريند عقرب، مها كمان، ومين تاني عقرب، في حد تاني عقرب، سمر صاحبتي عقرب، عندي صحاب كتير قوي عقرب. طيب الابراج المائيه انت هتجذبهم بالقلب بقى، بالمشاعر، بالحب، بالاهتمام، بالذكاء العاطفي، هم بيحبوا الذكاء العاطفي، تبقى عندك ذكاء عاطفي، تعرف تخطفهم بهذا الذكاء العاطفي. هم بيحبوا الشخص اللي بيعبر عن مشاعره، بيحبوا الغموض كمان على فكره يعني. التلاتة ما يحبوش الشخص اللي يبقى كتاب مفتوح قدامهم، بيحبوا الشخص الغامض، الشخص اللي يخليهم يفكروا، اللي فيه تحدي. بيحبوا جدا النظافة، التلاتة دول يا جماعة مدمنين نظافة، مدمنين نظافة بجد يعني. يحبوا الشخص النظيف قوي، بيهتموا بنظافته الشخصية، بيهتموا بريحته يعني. عقرب اوف، انا ماي بيست فريند عقرب فانا عارفة. بيحبوا ناس ريحتهم كده حمى، تحس ان الناس دي مستحميه. الحوت كده، انا مامتي ما بتعملش حاجه فايتها ان هي بتقلب البيت وتنظف في البيت. فالحوت والعقرب وال بيحبوا الناس المنظمه، بيحبوا الناس الطموحه اللي عندهم فكر كده، اللي عندهم مايند سيت يعني. وما بيحبش الحاجه السهله يعني، اي حاجه سهله بالنسبه لهم مش وبيحبوا الناس اللي عندهم حنيه كده، اللي عندهم رقه قلب، اللي بيهتموا بشكلهم برضو، ما بيهتموا قوي تبقى مهتمين بجسمكم، مهتمين بنظافتكم الشخصيه، دي حاجه مهمه جدا جدا. ومش بيحبوا الناس المدلوقه يعني، ما تدلقش عليهم، تبقى مهتم بس من غير ما تدلق يعني. واضح ان الدلق دي مشكله في كل الابراج.
وخليك يعني حاول ان انت تثير فضولهم. بيحبوا الناس اللي شخصية قوية برضو، بيحبوا الناس الشخصية اللي هي عندهم، هم بيهتموا قوي بالاجتماعيات، بيحبوا الناس اللي بيساعدوا الناس، اللي عندهم لين قلب، بيحبوا الناس الحنينة. هو حتة القلب دي مهمة جدا جدا بالنسبة لهم. فعايز تأثر حد من برج مائي، اهتم بيه وثير فضوله وشغله عقله، شغله عقله، خليه عقله يشتغل معاك. والعقرب بالذات والحوت يا جماعة والسرطان، الثلاثة مدمنين نظافة. يعني لو انت نظافتك الشخصية وريحتك مش حلوة، اعرف او يعني الراجل يحب الست اللي هي انثى قوي، يحب الست اللي هي شيز فيمينين، والست تحب الراجل اللي هو ماني كده، حسنا لا بيكير يعني، هما كيرنج قوي ولافينج جدا، لان هما رومانسيين قوي، فالرومانسيه عندهم حاجه مهمه في حياتهم. وهما من الابراج اللي بيهتموا بحاسه اللمس، يعني حاسه اللمس دي مهمه في حياتهم. they trust touches، يعني او اللي هي soft touches كده في حياتهم، it's important. بس وبيحبوا ناس تقيله وغامضه. انا هضطر يا جماعه ان انا اسفه اقفل الفيديو ونكمل بقيه الابراج في فيديو تاني عشان خاطر انت بتكلمي نفس الكلام. صاحبتي دخلت، ما تخافيش يا ساره، انت خايفه منهم؟ لا بس استنى ما يسلموا عليا ويعملوا لي الحفله بتاعتهم. انت عارفه. اوكي بس انا بعمل لايف. صاحبتي يا جماعه جت، فانا هاي صار. هاي رشا وفانزات رشا. طيب ندخل بعد كده على مجموعة الأبراج النارية. نقطة ضعف الأبراج النارية هي إن هما بيكرهوا النكد يا جماعة، بيكرهوا الروتين، بيكرهوا النكد، بيكرهوا البطء. يعني هما عكس الأبراج الترابية، الأبراج الترابية يحبوا الناس يا جماعة. لا لا لا. طب يا جماعة بصوا، أنا هقفل اللايف ده ونكمل الأبراج النارية والأبراج الهوائية في بارت 2، لأن أنا بصوا في دوشة حواليها بتحصل كتير جدا. I have visitor. فيلا نقفل ونكمل اللايف بارت 2. قولوا لي بقى الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، او قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. سي هاي عمر. فقولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا تحت في الكومنت. ثانك يو، باي، مع السلامه.